برشا برشا يا مدلل برشا برشا حبك على قلبي تسلل برشا برشا حبك على قلبي تسلل وإيش ما بعرف شو بعد الناس يلي تروج إشاعات على تونس إنه مش مأمنة ما فيش أمان مين بيروج الإشاعات الله لا يعطيه العافية مين بيروج الإشاعات ما في حدا يروج الإشاعات لا الله لا يعطيه العافية مين بيروج الإشاعات أبد 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 غيرانين من تونس صح فعلا فعلا غيرانين لا الشون الكسكسي انا دائما اسمع عنه بالتلفزيون ما كان ذقته ابد ابد اريد اذوقه عنده صديق حتى في الخارج اوه كلمه هاي يعني ايش الكسكسي يعني عنوان تونس يعني انت ايه واكل هارقمه اوكي الكوارع ايه الملوخيه شو كمريقل يعني جوك حلو جوكم ريقل فول مريقل كلش حلو ودي جوكم عال للعال جوكم عال للعال جوكم ستة زيت جوكم ستة زيت جوكم ستين زيت جوكم ستة زيت حتى لبسكم عد يعني يختلف عن لبسنا يعني هسه راح اشتري هدايا وارجعها معي يعني بالمره تختلف ما موجوده عندنا ان شاء الله اخذ هدايا منه واوديها ايها لان ما شايفه منه ابد إيه ما عندنا هيك شيء مميزه يعني مميزه اي انتم يعني عندكم طابع مميز اتذكر التوي بالطائره كان يعني المفروض انه سعرها 400 500 دولار هلا بالعراق 1700 دولار سعرها لين صار لوت إيه الكل بدها تيجي لتونس في طلب كثير فوصل سعرها لحد ال 1700 دولار انا ديما كل ما نلقى كوبل خاصه عراقيين ما نفلت الفرصه باش نحكي ببعضنا اوكي اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا عسلامة عايشك عسلامة مدام يا عايشك لبسة لباسة يعني هذه لباسة كيفك يعني كيفك الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله طيب قديش عندكم اللي وصلتوا لتونس اول نهار انت تفهمني نحكي لهجة تونسية ولا لا اول نهار لنا بتونس قلت لي اول زيارة لكم لتونس اول زيارة بعد ما تونس فتحت الفيز للعراقيين جينا دغري يعني التونس عشان نشوفها يعني كان في بالنا من زمان ان نزور تونس بس ما كان شوي. كان صعبة شوي هل بعد القرار هذيك بتاع الغاء التأشيرة بالنسبة للعراقيين ايوه يعني حيل منيح يعني احنا متونسين ايه؟ وفرحانين كثير بهالقرار الحلو ايه؟ يعني مستانسين يعني انتم من الناس اللي عجبتكم القرارات هذه اكيد 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 من ايه يعني التذكره التوي بالطائره كان يعني المفروض انه سعرها 400 500 دولار هلا بالعراق 1700 دولار سعرها لين صار لود عليها الكل بدها تيجي لتونس في طلب كثير يعني في طلب كثير فوصل سعرها لحد ال 1700 دولار زادوكم في سعر التذكره لا انا جيت من اسطنبول جيت من اسطنبول حتى ارخص ايه لان بالعراق صار عندنا كثير لود فغلوا الطيران فيك تتاكدي من يعني الحجوزات بتاع الطيران من العراق لتونس دوله جديده أيوة. وغريبه حلوه يعني طيب شو سر الاقبال هذا اقبال انه يعني في بالنا تونس وبدنا نزورها بدنا نشوفها بدنا نطلع على معالمها على شعبها وهي دوله عربيه شقيقه ناس طيبين حلوين اوكي احنا لسه اول نهار بتونس و وأول نهار يعني عجبنا كثير رحنا جربنا الشاي البقلاوة وجربنا الأرجيلة التونسية ويعني وقعدنا في قهاوي وفي الأكلات قالوا في أكلات كثيرة بس نسيت أسماها بدي أجربها كلها يعني توقينا نشوف في فرحة كبيرة عندكم يعني ظاهرة لملامحكم أكيد 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 الحمد لله أول انطباعات ليك لما زرت البلاد أول انطباع أنه شفت الناس
الناس كيفهم، كيف يتعاملوا مع السائح، كيف يتعاملوا مع الغريب. أشقاء مش سياح، أنتم أشقاء. تسلمي تسلمي، عايشك. الانطباع كثير كويس، كثير كويس. أنا انبسطت كثير، الناس متعاونين وبيضحكوا بوجهك، يعني بيبتسموا ومتعاونين جدا. يعني مع أي سؤال تسألي دغري بيجاوبوا ويندمجوا معك وبيحكوا. أيوة. احكي لي لما يعني تتكلم وتظهر انه اللهجه عراقيه، كيف كانت تكون رد الفعل؟ اكيد اكيد بيحبوا العراقيين. اكيد ترحيب. اكيد طبعا طبعا. شلون شلون بس في عندي مشكله انه ما بفهم على اللغه التونسيه، على اللهجه التونسيه كثير. يعني بعدنا لسه اول يوم يعني، فبدنا شويه ناخذ على اللهجه التونسيه شويه وقت فقط. وبحب احكي تونسي يعني. والله. يا ريت بس بدي شويه وقت لاتعلم. زين، عندك نهار انت من جيت. ايوه أوكي. لا لسه باقين ان شاء الله 10 ايام. انا وين تقعدوا 10 ايام؟ ايوه وبرجع لاسطنبول. قل لي شنو اكثر حاجه لفتت انتباهك في تونس؟ والله الشعب حيل حلو، حيل متعاون، يعني دائما يساعد السياح، لاحظوا خدوم. ايه، فشعب مثقف، صاحب صاحب حضاره ثقافه عاليه تونسيه. انطباعاتك الاوليه لما نزلتي على المطار؟ انا طبعا مسافره عده دول، بس هاك الشعب ودود حلو، انت مأزيد الكل، يعني انطباعاتي كلش حلوه. اوكي. يعني فكره شكون انك تجي لتونس، فكرتك ولا فكره زوجك؟ والله فكرته، ايه الصراحه فكرته اجي على تونس. هو يحب تونس. اقترح عليك هو شو قلت انت؟ قلت يلا خلينا نجربه، خلينا نجرب الناس الطيبين، نخشع ثقافتهم، حضارتهم، أكلهم، شعبهم. إيه؟ رحبتي يعني بالقرار الجديد إنه في إلغاء التأشيرة؟ طبعا هاي كلش حلو، كثير شعت إقبال من بلدي، جايين عراقيين عندكم، حيل صاعد، يعني صار إقبال قوي على جاي على تونس، لأن الشعب يعني شوية أنتم بقارة ونحن بقارة، فحلوين نتعرف على شعوب وحضارات وناس. حلو. المسيو زوجك قال لي بس وصلنا على الاوتيل، قلت لها يلا ننزلوا ونتفسح. فعلا حتى ما ارتحنا، ابد ما ارتحنا، قبل خلنا شاور ونزلنا. شغف شغف. وهسه راح نسهر لي الصبح. زين والله؟ ايه ما ننام. ما ننام، نروح يمكن نسهر بشارع سيدي بوسعيد. اوكي. ايه حلوه. بدنا نروح. عندك معلومات من قبل على تونس؟ لا ولا لا؟ لا لا ما عندي، هسه عن ناخذ معلومات. اوكي. اكيد عملت ريشير بحث يعني على جوجل ولا حاجه؟ ليه؟ لا والله زياده عن نسال العالم والمعارف عيدلونا. اوكي. الحمد لله ما دام عرب نحكي حلو، اهم شيء نحكي كلتنا نفس اللغه. اوكي. شو ناويين تجربوا لهنا في تونس؟ نحكي اكلات، نحكي الكسكسي. أوكي. انا دائما اسمع عنه بالتلفزيون، ما كان ذقته ابد، اريد اذوقه. عنده صديق حتى في الخارج. اوه كلمه هاي يعني ايش الكسكسي، يعني عنوان تونس يعني. انت ايه واكل هرقمه. اوكي. الكوارع. ايه. الملوخيه. اها. ايه هاي كل. انا نقول لك لو طلعوا بنينين يعني في مذاقهم لذيذ واعجب فيهم المسيو، معناها انت بشوي طيبهم في العراق. ما تقعملها، نحن كنا غير شكل، نحن ضولمه الكبي غير شكل اكلاتنا. يعني انا لو جيت للعراق شنو نجم ناكل؟ ضولمه الكبي، الكباب، المنسف، القوزي، عندنا السمك، شو يسمونه؟ مزقوف. سمك عراقي. أوكي. اكل العراق غير شكل. نحن كثير يعني كل واحد حسب قارته، يعني شويه بعاد فاكلنا وشغلاتنا، يعني حتى لبسكم عد يعني يختلف عن لبسنا. يعني هسه راح اشتري هدايا ورجعها معي، يعني بالمره تختلف، ما موجوده عندنا. عملتوا طلع على اللبس التقليدي ولا ايه؟ شعتوا طلع اللبسه التونسيه يعني. ايه ان شاء الله اخذ هدايا منه واوديها. ايه لان ما شايفه منه ابد. ايه ما عندنا هيك شيء مميزه يعني. مميزه. ايه انتم يعني عندكم طابع مميز. اوكي. طيب الاهل والعيله يعني عندهم فكره انكم في تونس؟ طبعا وكل ساعه يسالونا، طيبه دزوا لنا صور، دزوا لنا فيديوهات، نريد نشوف. إيه عندهم اشتياق. وانت عارفه انه العيله لازمهم هدايا صح؟ طبعا العائله لازم لها هدايا طبعا، وخاصه من تونس، لان ايه بلد صاحب الزي يختلف. ما عندنا كثير هدايا، يعني فيك تهزي يعني تاخذي معك حلوق حلويات، يعني فيك تاخذي معك لباس، فيك تاخذي معك كثير حاجات يعني. شغلات حلوه. ايه حيل حلوه، شفتوا لنا خذها ذكرى تبقى.
تبقى يعني انا نحب ناخذ رايك بعد 10 ايام لكن احنا صادفني كل يوم كنا ناخذ رايك يكون اكثر يعني طبعا. بس انا اول لمحه او يعني عندي يعني عرفت اول لمحه يعني قلب ارتاح هينا حسيت شعب طيب ودود ناس طيبين حيل طيبين الابتسامه مرسومه على وجههم ايه الحمد لله شعب سعيد احسه ما طيب العراقيين اللي ما زالوا مترددين يعني نمشي لتونس ما نمشيش نمشي ما نمشي شنو تقول لهم انت لا لا كل اللي يريدون يجون لا الكل يطغى تيجي تخشع تونس ايش طبعا شيء اكيد الكل اللي صح له يجي يجي لا لا ما يتردد الفرصة. ما يتردد ابد طبعا شيء اكيد اوكي طيب من وين في العراق انتم من الموصل الموصل موصل شعب الموصل العظيم ايه نعم. تحياتنا لشعب الموصل العظيم والعراق شكرا. شكرا اوكي يلا شو تقولوا للعراقيين يلي ما زالوا ما جوش اللي ما جاء خليجي كلش حلو تفوتكم بعدين انتم الخسرانين حلوه لا اكيد تجربه يعني كلش كويسه وما تنعرف مع العلم لسه اول يوم بس التجربه اكيد حلوه ويعني ما ممكن يعني واحد يعوفها يعني كل هالفرحه وكل هالبشاش وكل هالانطباعات الحلوه هذه فقط بعد سويعات منه سويعات ايوه انا نزلت المطار اخذت سياره اجرت سياره وجيت للفندق ودغري نزلنا نتمشى بهالشارع اي مالش نقولوا كان مشيت البنزرت كان مشيتوا البيجة وعين الدراهم والجنوب معلومات. التونسي والحمامات والمنستير وسوسة ونابل وسوسة والجربة جربة 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 آه. جربة اسف أوكي. اسف لسه ما اخذنا على الاسماء جربة. بس بيقولوا بعيدة من هون شيء 400 كيلو ايه بس لا ايوه بس أوكي. لازم نجرب ان شاء الله يعني يا خوفي المدام تقول لك روح وحدك للعراق انا باش نقعد هوني بتونس ان شاء الله ان شاء الله يعني حلو. انا بدي اقعد انت زيدها انا بدي اقعد يلا شو تقول للعراقيين اللي ما زالوا ما جاوش لتونس لا لا وما زالوا يعني ما حجزوش لانه قلت لي في توافد كثير على في توافد كثير قلت لك اللي يمنع هسه مجيء العراقيين بكثره اللود على حجز الطائره يعني الاسعار كثيره دفعت يعني هذه من عندكم مش من عندنا لا 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 هي اسعار تذاكر يعني المعروف انه تذاكر الطيران لما يصير عليها لود بتعلى تعرفوا شخصيات يعني في مجال الفن في مجال الرياضة أسماء تونسية يعني لا شخصيات مشهورة الفن هون لطيفة تونسية تحفظي أغاني تونسية إيه طبعا شون من لطيفة دائما حلو أغاني لطيفة نسمعها سفيرتنا في العراق وأختها عليا حيل حلوة عليا تغني لطيفة علي قرا لا اي 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 شوي شوي لا بعدين تزع صوتي ما حلو شلون اقلده بس الكلمات مش مشكل انا زاد صوتي مش حلو علي قرا بس لما اشوفك واحكي لك علي قرا بس لما تيجي طيب تعرف مثلا فنانين اخرين توينسا صابر الرباعي كلش حلو اكيد اكيد نمره يعني نمره عاليه جدا صابر الرباعي شو تحفظ صابر الرباعي كلش برشا يا مدلل برشا حبك على قلبي تسلل برشا يا مدلل يلا معها يلا خليك لا انا ما حافظ انا احب اسمع بس ما بحفظ هي تبقى حافظه يلا غني معها شوي مدلل حبك على قلبي تسلل وايش ما بعرف شو بعد كلمة الختام شو تقول لتوينسا اتمنى لهالبلد الامان والرخاء واليعني واتمنى بلد شعبه الحلو هذا بتمنى يعيش سعيد هذا بتمنى اكيد والله نفس الشيء الامان والسعاده والرخاء ان شاء الله اتمنى لكم التوفيق التوفيق ان شاء الله يعني جست سؤال اخير من ناحيه الامن يعني حاسين حالكم في امان لا شيء اكيد شيء أكيد. اكيد احنا اول يوم بنمشي بالحواري يعني حتى والاماكن القديمه ايه. اكيد ايه. فتنا وفتنا لا 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 بالعكس الحيل متعاونين من عيشعون السياح حيل يجون يخدمونا الشعب طيب الناس يلي تروج اشاعات على تونس انه مش مأمنة ما فيش امان مين بيروج الاشاعات الله لا يعطيه العافيه مين بيروج الاشاعات ما في حدا يروج الاشاعات لا الله لا يعطيه العافيه مين بيروج الاشاعات ابد 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 غيرانين من تونس صح فعلا فعلا غيرانين لا
شلون؟ كلش حلوة ويسعدكم ان شاء الله. تونس كلها امن وامان، مامنين جونا بي، ما عندناش مشاكل ان شاء الله. هسه باخذ السياره وبنطلع على سيدي بوسعيد. سيدي بوسعيد وقال هناك السهره بتطول للفجر للصبح. يعني ايوه للصبح ما ننام. ايوه الامور طيبه ان شاء الله. يعطيكم الصحه. يقولهم اللي اجوا لتونس جوكم مريقل. كلش حلو جوكم، حيل حلو جوكم. جوكم مريقل. طب شنو علامكم شويه تونسي؟ شو هو اللي مريقل؟ جوك مريقل يعني جوك حلو. جوك مريقل، فول مريقل. كلش حلو ودي جوكم عال للعال. جوكم عال للعال ممتاز، ونتمنى يعني لو في وقت اكثر نتمنى نبقى اكثر. اكيد بس تعرف في ظروف العمل وهيك شيء. طبعا ان شاء الله ربي معاكم. جوكم ستة زيتي جو لتونس؟ لا نحن حار حيل. نحن لا حرارة 50. بنتي استني. احنا قاعدين ندعيو في العراقيين باش يجيو لتونس بس بلهجتنا بتونسية يعني. قلهم اجاو جوكم ستة زيت. جوكم ستة زيت. جوكم 60 زيت. جوكم ستة زيت.